نعم، نبدأ في سمع الضوض. كتاب الأدب، باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا النفيلي عبد الله، والنفيلي من الثقات، يعني النفيلي يذهب العقل بتوثيقه، لأن أبا حاتم قال: قال الثقة المأمون، وأبو حاتم يعني شحيح جدا في هذا الباب، شحيح جدا في هذا الباب، أبو حاتم شحيح جدا في التوثيق. فقال النفيلي، والنفيلي عبد الله ثقة، وساق أبو حاتم قال الثقة المأمون، قال حدثنا زهير، زهير هنا وزهير بن حرب أبو خيثمة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحمر الأحول وعاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن، تكلم فيه ابن المديني وقال لم يكن بالحافظ. وابن القطان كان يستضعفه ايضا، لكن ابن معين قال ثقه في روايه الدوري وفي غيره، والدارمي قال ثقه. وابن المديني ايضا في روايه قال ثقه. وقال ابو حاتم صالح الحديث، وابو زرعه قال ثقه. وايضا قال احمد بن حنبل عاصم الاحول شيخ ثقه، فالحق انه ثقه. الحق انه ثقه. وتعلمون انه مشد ان يحيى بن سعيد القطان فيه تشدد. نعم. قال حدثني ابو عثمان وعبد الرحمن بن مل، ابو عثمان هو عبد الرحمن بن مل، ويكنى بابو عثمان النهدي، هذا كان من المخضرمين وكان ثقة، كان من المخضرمين وكان ثقة. وقال ابو حاتم ثقة، قال ابو زرعة ثقة، قال النسائي ثقة، فهو من الثقة بمكان. قال حدثني أبو عثمان، قال حدثني سعد ابن مالك رضي الله عنه أرضاه، قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. سعد ابن مالك رضي الله عنه أرضاه يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. طبعا سعد ابن مالك هو خال النبي، خاله في الرضاعة، هو سعد بن أبي وقاص، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني أحدكم من خاله، قال سمعت أذناي ووعاه قلبي. وهذا أيضا فيه دلالة على التثبت في الحفظ، فيه دلالة على التثبت في الحفظ. قال حدثني سعد بن مالك، قال سمعت أذناي ووعاه قلبي حتى تعلم يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بهذا الحديث. قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقيت أبا بكرة فسألته أو فذكرت له ذلك، فقال لي أو فقال سمعته، فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاصم فقلت يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، سعد بن أبي وقاص، هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدمهم، فذكر فضلا، فقال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث: والله إنه عندي أحلى من العسل. الله أكبر. شوف يقول هو عندي أحلى من العسل، لأنه قال سمعت أذناي ووعاه قلبي، يعني قوله حدثنا وحدثني. قال أبو علي وسمعت أبو داود يقول سمعت أحمد يقول ليس لحديث أهل الكوفة نور، قال ما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة. وفي الحديث الثاني حديث حجاج رضي الله عنه أرضاه، حجاج بن يوسف والثقفي، هو ثقة، والثقة النسائي وابن حبان ذكر في الثقات، وأبو حاتم قال صدوق. قال حدثنا معاوية هنا ومعاوية ابن عمرو بن مهلب، معاوية ابن عمرو بن المهلب وهو من الثقات الأثبات. قال أبو حاتم ثقة ثبت، قال أحمد بن حنبل صدوق ثقة، فهو رجل من الفحول، هو رجل من الفحول، معاوية ابن عمرو. قال حدثنا زائدة، وزائدة هنا زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، ومن الثقات الأثبات كما قال علماؤنا، وكان من الأساطين.
قال عن الأعمش، والأعمش من أساطير المحدثين، غير أنه يدلس كما تعلمون، غير أنه يدلس. قال الإمام الذهبي: لو قال الأعمش حدثنا أخبرنا فعد عليه بالنواجس. وأما أبو صالح السمان الزيات ذكوان المدني، وهو أبو صالح من الثقات الأثبات، هو من الثقات الأثبات أبو صالح. والأعمش تلميذ نجيب ملازم لأبي صالح، فعنعنته عن أبي صالح تمر عند الفقهاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: من تولى قوما بغير إذن موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. والحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حتى نختصر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبي أو انتمى إلى غير موليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وهو حديث صحيح. هذه الأحاديث بأسرها في باب الأدب، في باب الأدب كلها تتكلم على من انتسب، من ادعى غير أبيه، نعم، من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله. قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. من ادعى هنا بالتشديد معناها أنه انتسب إلى غير أبيه، وكما قلنا في هذا الباب، لأن فيها أولا فيها الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا استباحة المحرم، لأنه لو انتسب إلى غير مواليه، إلى غير أبيه، فإنه يدخل على محارم لسنا بمحارم، ويرى من هنا ما يرى المحارم وليس كذلك. وأيضا فيها اختلاط الأنساب، وفيها ما فيها من التعدي على الحرمات، لذلك جعل الله جل وعلا اللعنة له، لأنه بذلك كما قلنا أولا بأنه يعني تعدى وتجاوز على، أرجو الله يكون يعني أثر على الصوت، هو جاءني اتصال، أرجو الله يكون أثر على الصوت، هنا السلفي يقول أنه أثر على الصوت، الآن الحمد لله الصوت ما به، كان في اتصال، سامحوني، كان في اتصال، حدثوا البث هتردوه إن شاء الله. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالجنة عليه حرام، فيها نظر، النظر الأول أن بعض العلماء يتمسك، أن بعض أهل البدع يتمسكون بمثل هذه الروايات على أنه يكفر بذلك، أنه من ادعى لغير أبيه يكفر بذلك، ونقول أهل السنة والجماعة أيضا قد يقولون بأنه يكفر بذلك، لكن كيف يا شطار؟ كيف؟ المغرب هنا أذن؟ نعم، هو المعنى هنا بأنه يكفر بذلك إن كان مستحلا، يكفر، لا، هذا عند أهل السنة والجماعة، أما الخوارج يرونها معصية تكفر، وهذا من فعل أهل الضلالة. وأهل السنة جماعة يقولون قول السنة فالجنة عليه حرام، يعني الجنة عليه حرام في أول وهلة، يعني الجنة عليه حرام من أول وهلة من فعل ذلك، لأنها كما قلنا فيها استباحة المحرمات، وأيضا فيها ما فيها الكذب على الله وعلى رسوله. فقول النبي فالجنة عليه حرام، يعني من أول وهلة، من أول وهلة فالجنة عليه حرام في هذا الباب، وعندهم أن هذه كبيرة من الكبائر، فقوله فالجنة عليه حرام من الضوابط التي ضبطها العلماء على أنها كبيرة من الكبائر، من انتسب إلى غير مواليه، من ادعى إلى غير أبيه، ولو انتفى أيضا فهذا كبيرة من الكبائر، لذلك قال فالجنة عليه حرام. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة عليه حرام، المعنى أنها من أول وهلة، الجنة عليه حرام من أول وهلة، ولا تحرم عليه أبدا، بل هو بتوحيده ينجو. ولو قلنا أن هذا جزاؤه الذي يجزى به، فإن المانع جاء فمنع هذا الجزاء، والمانع هو التوحيد، لأن الله يقبض قبضة يخرج كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، يخرج منها من قال لا إله إلا الله وإن لم أذن جزاك الله خيرا وإن لم يعمل خيرا قط. وهذا بالنسبة للحديث الأول في هذا الأمر. وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى، فكانوا في الجاهلية لا ينكرون التبني، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا رضي الله عنه وأرضاه، فجاء الله جل وعلا فمنع ذلك فحرمه إلى يوم الدين.
وجعل من انتفى أو من نسب أحدا إليه وليس كذلك جعله فاعلا الكبيرة مستحقا للعن، جعله فاعلا الكبيرة مستحقا للعن. وأما الحديث الثاني وهو من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. ومعنى من تولى قوما يعني اتخذ مواليه، وهذا حرام، نسب نفسه إليهم إلا إذا أذن له الموالي. والكلام فيه تحصيل حاصل وليس تحصيل الحاصل، هو في قول سلم من تولى قوما بغير إذن موليه، يعني والحال أنه يفعل ذلك بغير إذن موليه وأخذ إذن أم لم يأخذ إذن، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز له أن يفعل ذلك. ولذلك قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهنا أيضا في قوله لعنة الله فعليه لعنة الله والملائكة تمسك بها الخوارج وقالوا يكفر بذلك، وهو لا يكفر بذلك. كما كنا هو فاعل للكبيرة، فاعل للكبيرة ثلاثة. وفي قوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا على التعميم، ولا يؤخذ اللعن على العين كما بينا قبل ذلك بأن المسألة على النوى لا على العين. ومن أخذ أسباب اللعن نقول القول قول كفر والفعل فعل كفر، القول قول فسق والفعل فعل فسق، والقائل والفاعل ليس بكافر وليس بفاسق. وقد أول العلماء في ذلك على أن الكفر هنا كفر النعمة، المقصود به كفر النعمة وليس الكفر المخرج من الملة، وهذا الراجح الصحيح لأنه توحيده يأتي فيمنعه من الخلود في نار جهنم. فضل الصحابة، التثبت عند الرواية، فسمعت أذناي ووعاه قلبي، التثبت عند الرواية، حرص طالب العلم، حرص طالب العلم كما فعل النفيلي وقال في الرواية هي أحلى من العسل، أحلى من العسل. الفرق بين لعن النوع ولعن المعين، حسن النظر في الأدلة عند أهل السنة دون أهل البدعة، فرق بين أهل السنة والخوارج ينظرون بأن هذا مكفر، وأهل السنة يرون أن الفعل فعل كفر والقول قول كفر، والفاعل والقائل لا يكفر إلا إذا جاءت الأدلة على ذلك أوضح من شمس النهار. في قول لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف يعني فرض ولا نفل، هذه التي تمسك بها الخوارج، وقلنا هذا من باب التغليظ. نقول قد يقال الأمر على التغليظ يخرج مخرج التغليظ ولا يراد حكمه، ولا يراد حكمه. آخر فوائد حفظ الأعراض والأنساب، أو خطر حفظ الأعراض والأنساب. أرجو أن تكون هذه فوائد وترية.